أسبوع مر على انهيار مبنى طبرجة الأول الذي أخفت طبقاته 14 آثار العامل الهندي عمر سينغ. وفي هذه الأثناء كانت قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني تضع خطة لإزالة المبنى الملاصق المهدد بالانهيار، إذ لا تختلف حاله عن جاره المتداعي، ما يعني أن رحلة البحث عن العامل الهندي كانت ستهدد أرواح عمال الدفاع المدني المزودين بالمعدات الثقيلة. الخطة التي استغرقت أكثر من أسبوع لإزالة مبنى مهدد ويهدد السلامة العامة كانت حتى لحظة سقوط المبنى الآخر لم تقر بعد، ويبدو أن المبنى وفر على الجهات المعنية عناء وضع الخطط، فقرر أن يزيل نفسه بنفسه لتبدأ عمليات البحث عن عمر. بالانهيار الأول من 10 أيام ما كنا نقدر نعمل شيء، لأنه أي عملية هزهزة من قبل الآليات ضخمة، لأنه المبنى ضخم لدرجة أنه ما بنقدر باليد العاملة نقدر نشيله، بده يكون في آليات ضخمة عم تشتغل، وهذا بيسبب انهيار الثلاثة وبيسبب خطر داهم على العناصر المنقذة. هلأ بما أنه انهاروا كلهم صارت الإمكانية متاحة بدون أي ارتجاجات وبدون أي معدات قربت لهون، وسقط المبنى وحده. بمجرد أنه سقط صار فينا نحن نكفي عمليات البحث عن المفقود اللي الهندي، بس نوصل لهالشخص للمفقود بتوقف المهمة تبعنا نحن. الأصحاب المشروع شو بيعملوا، البلدية شو بتعمل، هذا موضوع ما بيعنينا. تتوقعوا اليوم تلاقوا للمعامل؟ نحن عم نشتغل، بس مثل ما شايف قدامي في 17 طابق مطبقين، يعني مش شغلة سهلة. نحن كلفنا ثلاث خبراء، وكان اليوم مفروض يكون عندنا تقرير بالبلدية اليوم بعد الظهر، وتفاجأنا بسقوط المبنى. صاحبين الملك هون هل هن معرضين لأي ملاحقة قانونية؟ نحن مش عاطين ترميم لهالمبنى. نحن كنا طالبين سابقا منهم تقرير خبير محلف، خبير إنشائي، وهن كمان انه اكيد مسؤولين عن المبنى وعن سقوط المبنى، ومسؤولين كمان على الشخص المفقود تحت الانقاض. اذا الدفاع المدني سيوقف اعماله فور انتشال عمر من تحت الانقاض، ليبدا بعد ذلك اصحاب المبنيين غير المرخص لهما البدء بازاله الردم.